بهدف توفير 500 مليون دينار لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة، تستعد الحكومة المؤقتة لإطلاق عملية الاكتتاب منتصف ماي القادم. واستعدادا لذلك، صدر الأمر المتعلق بضبط وإصدار وتسديد القرض الرقعي. في النقل التالي نتعرف على التفاصيل وعلى مدى استعداد المواطن للمشاركة في عملية الاكتتاب. منتصف ماي القادم سيفتح باب الاكتتاب الوطني، وهو عبارة عن شراء سندات من الدولة بمقابل مالي لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، على أن تعيد الدولة هذه الأموال إلى المقرضين مع نسبة فائدة. عن مدى استعداد المواطن لإقراض الدولة ومدى إلمامه بهذه النوعية من القروض وشروطها كان السؤال. هي عملية عادية جدا رأي. ومعنتها متوردة، وإذا كان الضرورة مش معناتها علاش لا. مش بيه نسلفوا الدولة ترجع لنا فلوسنا ونخرجوا من الأزمة. فهمتني؟ كل قدير وقدر ونلقاهم بعد الربح. المواطن باش يساهم بقداش باش يساهم؟ بقداش؟ احنا مستعدين نساهم، لكن إلى حدود قداش؟ إيش بيه؟ مش حاجة باهية. مش ممنوع الإنسان ينجم يشارك باش ينجم البلاد تخرج من الأزمة وتخرج من وضع اقتصادي متردي. الأمر المنظم لعملية الاكتتاب يضبط شروط إصدار القرض الوطني وتسديده وفوائده. الاكتتاب باش يكون في شكل ثلاثة أصناف مفتوحة للعموم. الصنف الأول على مدى 5 سنوات، الاكتتاب لمدة 5 سنوات، وهو مخصص للأشخاص الطبيعيين وبفائض ب 5.95%. وصنفين لمدة 7 سنوات ولمدة 10 سنوات بنسب فائدة ب 6.15% لسبع سنوات و 6.35% لعشر سنوات. الثاني والثالث باش يكون مفتوح للعموم، الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، يعني البنوك ومؤسسات الاستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة. الاكتتاب الوطني يمكن التونسيين غير المقيمين من المشاركة في هذه النوعية من القروض بالدينار التونسي. والاكتتاب عملية لا تمت للتبرع بسلة، وهي اختيارية ستعكس مدى انخراط المواطن في مساعدة الاقتصاد الوطني على الخروج من نفق التدين الأجنبي.